كبار وصغار بتميزنا روحنا الرياضية، كيف إذا ربينا أجيال على حب الرياضة واحترمنا خياراتهم تركناهم يتعلقوا بطابة بتخبرهم تاريخ بلدان وحضارة شعوب. بستقبل وسيم جبرة، أهلا وسهلا فيك وسيم. قد ايه عمرك وسيم؟ 12 سنة. بتحب البرازيل واضح، مثلي مثلك يعني. بيتكم هو عبارة عن البرازيل، عن السفارة البرازيلية. مين عمل لك هالبيت هيك؟ الأعلام والإضاءة؟ أنا وبابا. أنت وبابا؟ بأي عمر أنت اكتشفت أنك بتحب البرازيل؟ يعني من لما بلشت أعرف أنه شو يعني كرة قدم وشو يعني مونديال. إيه، قد كان عمرك؟ تقريباً 8 سنين. أنت بتلعب فوتبول وسيم؟ ولا إيه. بس بتشجع؟ لا بشجع. ما بتلعب؟ ولا مرة فكرت تلعب؟ ما عندي هالهواية يعني الفوتبول، بس أنا بشجع. ليه بتحب البرازيل وسيم؟ لأنه فيه هو لعيبة قوية ولعيبة أنا بحبهم. مثل مين؟ مثل نيمار وفينيسيوس وكازيميرو وغيره. قالوا لي حافظ كل أسماء المنتخب، كتير بتقرأ عن المنتخب البرازيلي؟ هو تأسس سنة 1914 وأول كأس عالم أخده بال 1958 وتاني كأس عالم أخده بال 1962 وتالت كأس عالم أخده بال 1970 ورابع كأس عالم أخده بال 1994 وآخر كأس عالم أخده اللي هو الخامس كان بال 2002. والسادس هلا. الله. والسادس هلا. هلا السادس. شو السادس؟ ان شاء الله هلا في سادس هلا بال 2022. اذا كفوا هيك ان شاء الله بنخلص. عم تحب لعبهم لحد هلا؟ شو اللي بتحبه باللعب البرازيلي؟ ليه بتحب التكنيك تعورهم؟ يعني كيف بيلعبوا بذكاء؟ بيلعبوا بذكاء او هيك كمان بيقولوا في عندهم سحر، مهارات عندهم، مهارات فرديه، مهارات فرديه جسديه. عندهم مهارات فرديه. هو شو يعني مهارات فرديه يا عباس؟ يعني اللعب الفردي، يعني مثل نيمار لعيب، لاعب ممتع بيلعب بيعمل شغلات يعني فن، بيلعب يعني بقعب اجره ويمكن يلعب المراوغه عن لعيب او عن لاعبين، بيعمل حركات. هاي من وين بيتعلموها؟ موهبه؟ هاي بتجي موهبه، هيدي من الله. هيدي الشيء عندهم بالفولكلور. يعني بالبرازيل انا بعرف انه تقريبا في شيء 10 مليون بني ادم بيلعب فوتبول. صح، حتى بيمون في ثقافه. كيف نحن بالدبكه مثلا؟ كيف نحن بالدبكه وبال بيلعبوا على الشواطئ على البحر. بفيلم بيلي منعوه يعمل حركات بالفيلم، يعني انا حضرته، ممنوع منعوه يعملوا حركات كيف بيلعبوا، بيرقصوا الطابه، ما قدر يلعب مزبوط. وقتها هو لعب مثل ما بده، صار يحرز اهداف ويرقص الطابه وكل العالم صار يقولوا يس هيدا التكنيك البرازيلي. صح، على فكره انا فيلم بيلي اللي عم تحكي عنه منعمل من كم سنه بتذكر. صح. أنا بنصح كل ولد، كل أهل ليه؟ يحضروا أولادهم هالفيلم، لأنه بفرجي لكن بدك تحضروا ليه؟ لأنه بفرجي رابعة ولد فقير ما معه يشتري طابة، ما معه يشتري صباط، سرق صباط لحدا عمره سنين كبير. أكبر منه ضاع بالغابة، هو راجع صار شتا كتير، تخبى بمغارة، رفيقه مات بالمغارة لانه الشتاء وقع عليه الوحل. كثير حلو يعني. فيلم مش فوتبول، فيلم انساني بفرجيكي قصه الاراده، الطموح. شو حكي عن رونالدو قبل شوي والمثابره، بتحكي عن الفوتبول لانه طبعًا. لعبه الفوتبول هي لعبه الفقراء تاريخيا يعني. حتى هلا بمنتخب البرازيل في لاعب اسمه خيسوس، هذا لعيب 2014 كان عم يدهن الرصيف بحيه مزبوط. الوان علم البرازيل. هلا هو لعيب من افضل لعيبه بالدوري الانجليزي ومن افضل المهاجمين بالعالم، هو بالمنتخب البرازيلي هلا. هيدي يعني قصه لعبه الفوتبول. كمان هيدا النموذج اللي لعب انتوني كمان، اللي عملوا معه مقابله، اللي عايش بحي بالبرازيل حكى عنه، يعني كان حلمه انه يطلع اهله من هيدا، يطلع اهله من هيدا الحي. فهلا كمان كان فات على المباراه ولعب مع البرازيل هلا. بس لفتتني انا هالمفارقه فيه للشاب انه هو قداي وسيم قداي عنده معلومات ومتابع فوتبول ولا مره فكر انه يلعب ابدا. ايه هيدا النموذج الحلو اللي بدنا اياه. نعم ايه. هيدا النموذج الحلو اللي بدنا اياه يعني كمشجعين، هيدا اللي نحن يعني هيدا مثله يكون عندهم معلومات مسقفين بهذا. بحاجه كمان لاشخاص نشجع بطريقه نحب هيدي اللعبه كمان. نحن بنحيي اهله لانه هون دور الاهل اللي حكينا عنه بالبدايه، يعني ناتالي وسنا وكلنا، انه قديش مهم دور الاهل يلعبوا
انه يربوا اولادهم على لازم لازم نتقبل الخساره مثل ما بنتقبل الربح، لانه بالنهايه في فريق واحد بده يربح. يعني انت بكره اذا خسروا البرازيل ان شاء الله ما حيخسروا، اذا خسروا البرازيل لازم تتقبل وما تزعل كثير وما تعصب. هلا بتضايق بس انه ما بعصب، بتضايق لازم تتضايق لانه انت بتحبه، ما بتكسر ما بتعمل، يعني بنضلنا هيك مهذبين ومحترمين. حافظ كل اسماء لعيبه البرازيل اللي بيلعبوا مش الاحتياط؟ مين؟ طب اعطينا هيك تعرفنا عليهم. في بالهجوم نيمار وفينيسيوس وانتوني، اما بالوسط في لوكاس وفريد وكازيميرو، بالدفاع في دانييلو وماركينيوس وتياغو وارانا، اما بالجولر في اليسون باكر. حلو، بعدك حافظهم ولا كورونا نستك اياهم؟ لا هولي حافظهم حافظهم، هول بعد كورونا اجوا. انا بدي اسال عباس سؤال حشري، اللاعب البروفيسيونال يعني مثل هالشباب اللي بيلعبوا مع المنتخبات تقريبا كل يوم، اذا ما في منتخب، اذا ما في قصدي مونديال، قد ايه بيتمرنوا؟ حسب يعني ساعات هن بس ما يكون في منتخب بيكونوا مع انديتهم. إيه ما يعني عنديتهم. على مثلا لنقول ميسي بيروح على باريس، لا قصدي منتخب، قصدي كل واحد على صعيد نادي. حسب بالأندية في حصتين تدريب وفي حصة تدريب، يعني حسب أيمتى المباراة، يعني ساعتين ثلاثة كل يوم، حصة يعني مرتين تدريب صح. صبح وبعد الظهر، يعني ممكن يكون الصبح ساعة وممكن بعد الظهر يكون الصبح يعني ساعة، يعني حياتهم فيها ما في ما عندهم بياكلوا اصلا، ما عندهم حتى عندهم كل شيء، في نمط غذائي خاص، في نمط نوم يعني خاص. بيروحوا على انا بعرف من عن نادي يعني ممكن يكون بالنادي في مطعم في بس في سؤال قبل ما كفي مع وسيم، بيعيشوا ضغط نفس اللاعبين؟ اكيد 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 في ضغوط كثير كبيره، ايه اكيد، مثلا مباريات تشامبيونز ليج، مباريات الدوري، من الانهيارات النفسيه، من التعب النفسي. انت عباس هيك بيمرق كل لاعب، بيمرق في لاعب مثل ميسي ورونالدو ونيمار، بينزل مستواهم بينزل مستواهم من وراء، ممكن من وراء الارهاق، ممكن بيمرق بهالفتره هون بيرجع هن، يعني قد ايه هو عنده قدره انه يرجع، لعيب الكبار بيرجعوا بسرعه، بيطلعوا بيرجعوا لمستواهم الطبيعي، وبعدين بيتعود بكل المباريات. بس ليخلص عباس تفضل. بكل المباريات بيكون في عليك ضغط، انت لما تكوني عم تلعبي مع فريق مثل باريس سان جيرمان او ريال مدريد او اي، حتى هون بالدوري اللبناني، بس تلعبي مع فريق خاصه الفرق اللي عندها جمهور او عم تنافس على بطوله، انت بتنزلي على الملعب بتحسي بهيدا الضغط انت ونازله. نعم. ولكن لانه انت بتصيري معوده على هيدا الشيء، بس فوتي على الملعب بتبطلي تفكري بهيدا الضغط برا، بتصيري بس تفكري كيف بدك تلعبي. وهون اللعيبه الكبار يلي هن بيكونوا قادرين يطلعوا من هيدا الضغط بس يفوتوا على المباراه. نعم. رابع، انا ايه بدي اقول شغلتين. بالفرق المحترفه باوروبا وبالعالم والمنتخبات في شيء اسمه معالج نفسي، يعني اختصاصه يكون مع اللاعب اللي عنده مشكله، مرافق نفسي، ومرافق نفسي يعني شغلته يتابعه بكل التفاصيل لانه هن تحدوا اكيد. نعم صح. رح كمل معك وسيم، انا سالتهم اسئله، في منهم خسروا في منهم ربحوا، بدي اشوف هلا معلوماتك، انت اكيد حاسه حتربحهم، نشوف معلوماتك الكرويه قد ايه. وسيم، كم مره وصلوا البرازيل على نهائي كاس العالم؟ 7 مرات. حلو. اي فريق ربح كاس العالم 5 مرات؟ برازيل. قدام مين خسر الفريق البرازيلي 1-2 بالدور الربع نهائي بكاس العالم 2018؟ ايوه. شكرا كثير وسيم، يسلموا كثير.